ضيفنا الآن أو ضيفتنا أم سوزان، وأنا صراحة يعني ماني مطمن منها، ولأنه واحد يجي الحين مسألة يقول ليش أنت قاعد تقول هالكلام، يعني أنت مو مطمن من أم سوزان. الإجابة لأنه ما حد سلم منها. شوف، خليني أتستر بالأول، حاكم الشباب هون مو مضمونين، هلأ بيركضوا وراي مثل قطيع الغنم. الوحدة تحكي كلمة الحاكم كشدار يعني تسقط جنبه لقوامي المتناسق والمغري. عملت لايك لصورة سوزان الحقيقة هي وخطيبة، وأنا عم دور على صفحته. يا هلأ شو بدي أقول عني إنه بدي ألطش ليا؟ يا هلأ أعطيك يا سوزان، خليني أعرف إحكي مع متابعيني. متابعينك؟ المتابعين قالوا لك وليه مقابلين كلهم على بعضهم، اثنين عم يتابعوكي بالغلط والثالث عم يخوف ولاده فيكي. معزومين عليه لأنه أم أحمد ابن عزابي وبيشتغل بالخليج. ماشي، الشاشة تصيبه لأنفك السيليكون تنزله بين كتافك. ماما هاج يعني عبطة تعبطك حي براسين، بلا قلة أدب ولك. والله جديدة هذه تعبطك حياة، وما شاء الله يعني أم سوزان واضح أنه لسانها سليط. أم سوزان وسوزان وشخصيات كثيرة يجسدها شاب عمرو مسكون، ويعني قدر من خلالها يحقق شهرة واسعة. أهلا يا عمرو، حياك الله، وإحنا سعيدين بإطلالتك معنا. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك. يعني مقدمة جميلة جدا سوزان، تعبر عنها تماما. طيب عمرو، بالبداية شخصية أم سوزان من وين يعني استوحيتها، وكيف تجيب الأفكار وتحولها لمحتوى يعني فكاهي وهادف؟ شخصية صراحة أم سوزان كانت بالبداية هي شخصية أم سورية. نعم. حتى أكون كتير صريح. نعم. نعم. بعدين لما بلشت بطرح المواضيع اللي هي بتطلع من كل بيت سوري كون أنا من سوريا. نعم. وطبعا لقيت أنه إقبال من أكثر من جنسية بالوطن العربي، فشفت أنه الموضوع لا مو مقتصر على بلد معين، فهي شخصية الأم العربية الموجودة بكل بيت إحنا عايشين فيه. صارت المواضيع تطلع من وحي بيتي، شغلات. نعم. شايفة بحياتي، لحتى تعمل الموضوع صارت انه شخصية ام عربية بتمثل. أها. الواقع الكوميدي اللي بنعيشه نحن ببيوتنا. نعم. عمرو او عمرو، في انتقادات يعني كبيرة طالتك بسبب تمثيلك لدور امرأة انت غالبا يعني ما تعلق وتتجاهلها، لكن اليوم شو ترد على هذه التعليقات؟ مثل ما حضرتك قلت انه بالبداية اذا ما كنت عم اعلق حاليا بعد ما صارت هي الشخصية الرئيسية، في نقول شخصية ام سوزان، ما كتير الموضوع اخذ حيز من تفكيري او حيز من الانتقادات اللي كانت تجي، لانه بالاخر كان الموضوع جديد بيطرحه انه مثل ما قالت شخصية شاب عم تطلع تقلد شخصية ام سوزان اللي هي مو انه بنت، هي شخصية امرأة كبيرة بالخمسينات من عمرها. فالموضوع انه بعتقد اللي العالم تقبلته اول شيء لانه ما فيه تكلف، هو عباره عن قطعه حجاب عم احطها على راسي لحتى. نعم. حاول اقدر اقنع المشاهد انه هي شخصيه ام وليست شخصيه عمر الحقيقيه. بس بالنسبه للانتقادات صدقا ما يعني ما بتشكل لي نهائيا اي عائق وقت بدي اقدم هي الشخصيه. فخلص مثل ما قلت، يعني اللي بده يعلق شيء منيح بيعلق شيء منيح، واللي بده يعلق شيء انتقادي فشو ما عملنا رح ينتقد. نعم. طيب كان لك ايضا تعاون برمضان مع شاهد دوت نت ببرنامج لوك داون، نشوف مقطع ونرجع. هذه المرة في نقاش جدا حاد بين ام سوزان وحماتها بين الماضي والحاضر. كنتي شو هالعرقسوس اللي كنتي عاملتيه اليوم؟ ليش هيك طعمته غريبة؟ كأنه شغل تعباية ومو شغل ايدك. حماتي ما عاد حدا بهالايام يجيب سوسو ينقع، كله عم يجيب جاهز، اطمني وريحي لي حالك. والله يعني الشخصيه تخلي الواحد يسرح. كيف كانت التجربه يعني عمرو، تجربتك مع شاهد، وكيف تشوف الاضافه هذه؟ يعني خصوصا انه انت كنت تقدم المحتوى من خلال يعني حساباتك الشخصيه، الان منصه كبيره مثل منصه شاهد، كيف تشوف الاضافه او التعاون يعني صراحة. وخليك شفاف يعني بالعكس يعني اكيد طبعا كانت صراحه تجربه كتير حلوه، على الرغم انه كنا كتير مضغوطين بالوقت. نعم. بسبب الاوضاع اللي مرقنا فيها من بعد شهر 3 وازمه الكورونا. كانت صراحه مثل ما قلت تجربه ضافت لي شغلات، لانه خلتني اتحمل مسؤوليه انه انا عندي ديدلاين ومتعامل مع منصه كبيره مثل ما قلت مثل شاهد، وانا لازم التزم. يعني لما بكون انا عم اعمل شيء لحالي ممكن. نعم. انه شوي اتساهل انه بكره بدي اصور بعد بكره ما بدي اصور هيك. نعم. فلا خلص صار في تعاون، صار في عقد لازم نسلمه. التجربه كانت حلوه لانه منصه كتير كبيرة بتوصل لأشخاص كمان كتير كبار. نعم. بالوطن العربي،
والنقطة الثانية إنه كانت عبارة عن صح فقرة صغيرة من 5 أو 6 حلقات بشهر رمضان المبارك، بس كانت إنه عم نناقش فيها أفكار كوميدية رمضانية اجتماعية. نعم، يمكن ما شاء الله يعني رمضان كان مزحوم بالأعمال بالنسبة لك، أيضا سويت مسلسل على يوتيوب وجسدت فيه يعني أيضا عائلة كاملة أكثر من 5 شخصيات، يعني ما شاء الله عليك، كيف تقدر أنه تنتقل من شخصية لشخصية ثانية وتقنع المشاهد بأدوات بسيطة وتغير الصوت والتعابير أنه نقدر إحنا كمشاهدين نتابع هالشخص هذا ممكن نعيش معه 5 شخصيات، هذه المقدرة كيف من وين جت؟ الصراحة يعني بيكون في وراء الكواليس لحظات من الانفصام الشخصي إذا فيني أعبر عنها بهالطريقة، بس أكثر شيء مثل ما قلت أنه ما بعطي أي أهمية للإكسسوارات والمظهر الخارجي، إنما هو عبارة عن الصوت والحركات، يعني الجتس اللي لازم يتصرفوا لحتى يبين أنه كل شخصية منفصلة تماما عن الشخصية الثانية، هذا أكثر شيء لحتى كمان يوصل بطريقة عفوية وحلوة للمشاهدين. أنت بالتصوير عادة كيف تشوف الأجواء؟ الوالدة بعد ما تشوف الخراب اللي تسويه أنت في البيت، الأثاث اللي يتغير مكانه، الزوايا اللي تصير فيها يعني شوشرة، كيف الموضوع هذا يمر على الوالدة؟ صراحة أول شيء أول ما بدي أصور أنا بعمل إخلاء، يعني خلي كل العائلة تطلع من البيت. أنت تبي تقصف مو تصور. تماما، يعني بالذات لما بيكون في كسر بيض، كاسات كولا عم توقع بالأرض، فيعني ببساطة بصير في إخلاء بالبيت. ممتاز. الآن عمر، إحنا لاحظنا ما شاء الله أنه أنت تحب مؤثرين منصات التواصل بشكل كبير، والدليل اللي راح نشوفه الآن. بني آدم ما عندك شغلة بالحياة، شخصية غير عامة، طفشان وضجران، فشو بتعمل؟ بتقرر إنك تصير فاشونيستا. مساء الخير، بتسجيلك أول كم ألف متابع بمصرياتك وعلى حجتهم بيجيك أول دعاية، بيقوموا الناس بيصيروا يتابعوك على حجة الدعاية اللي أنت عملتها على حجة المتابعين اللي أنت اشتريتهم بمصرياتك، بيقوموا الإعلانات بيجوك على حجة المتابعين. هاي للكل، اليوم عن جد جايبت لكم عرض مستحيل تلاقوه غير عندي أنا، وجبت لكم حسم خاص حصري فيني أنا. الكود هو سوزانا نانا نانا، مني لكل سعدة نانا نانا نانا، في الكون عندي حسم خاص. عمر ما شاء الله موهبتك بالتقليد معروفة، في حتى بتقلد اليوم؟ بتحب نلعب لعبة أنا بقلد وأنت بتحذر الشخص لنشوف؟ يلا. في جواز؟ في جواز؟ جوائز عن طريق السكايب. يلا تفضل. اوكي، الشخصية الأولى. الله يخرب بيتك شو حبيتك، ما تبلع على هالقطة. نجوى كرم، نجوى كرم. الله يخرب، برافو عليك، بدي اجيبك لعندي على زحلة واعمل لك تبولة، بس هلا البطار يعني شوي وضعه صعب فبنستنى. الله يخرب بيتك. ان شاء الله تسلم لي هالإطلالة. الله. اوكي. صباح الخير حياتي، قبل ما اتصل فيني كنت عم اعمل بروفا مع حالي، تسلم لي يا رب. اول شيء كنت كثير خايفه انه اطلع معك انه انت تستلم الحكي، لانه بالعاده انا بالمقابلات انا اللي بحكي كثير، تقبشني ان شاء الله. جبت لك علبه برازه ان شاء الله بتوصلك بفيدكس، ما بعرف اذا لسه شغال، بس يعني هلا لازم تقطع الحديث لانه انا اذا بحكي ان شاء الله المقابله بتستمر 3 ساعات ونص. ما لحقت اعمل شعري لانه فقت الصبح مدبس. والله انا مستمتع بالتقليد، لكن انا عرفت الشخصيه، الفنانه طبعا الكبيره اصاله نصري. مين في كمان لسه؟ ايه شوف لنا بعد مين. اوكي، ان شاء الله يزبط الصوت. يلا. اول شيء كثير بحب صبح عليك، خبرك انه انت كثير انسان بحبه. رح اعطيك مقطع من غنيتي، اذا عرفت رح تكون انه بطل. اتكلم ولا لا يا قلبي ولا اعمل ايه؟ صوتي شوي. الله الله، روعة. يعني احنا جدا سعيدين استاذة سيرين انه انت معنا. برافو. والله موهبة يعني رائعة حقيقة. عمر، احنا بالختام ودنا يعني تعرفنا على تطلعاتك، امالك، افكارك للمستقبل. صراحة في أكثر من صعيد، بالنسبة على الصعيد الشخصي أنا دايماً بحاول أوازن على السوشيال ميديا وبين حياتي الشخصية، كون أنا طالب هندسة عمارة وهندسة مدني بنفس الوقت، فتطلعاتي للمستقبل هي إنه إن شاء الله أقدر أوازن بين السوشيال ميديا اللي هي أخذها كهواية وبين دراستي وتعلمي للغات وحبي بالسفر واكتشاف ثقافات العالم. إحنا نتمنى لك التوفيق، وجداً سعيدين بإطلالتك معنا، وإن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات حية قريبة بإذن الله. شكرا يا عمر، شكرا جزيلا. شكرا، تحياتنا لك.